السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم في مقطع جديد. معاكم اخوكم مبارك القحطاني. اول شيء كل سنه وانتم طيبين. شكرا لكم على الدعم الكبير اللي جاني في سنه 2018، وان شاء الله في سنه 2019 يكون الدعم اكبر واكبر ونوصل لابعد من كذا باذن الله معاكم. فاليوم راح نلعب سوبر ماريو ميكر. عندي فكره جديده اليوم، راح اسوي سلسله جديده حق مراحل الناس اللي تصمم مراحل، المصممين او المحترفين، يعني ادخل صفحتهم والعب مراحلهم. فراح ابدا بيزيد الطحيني زيزو، مصمم مره ممتاز ورائع، وعنده اكثر من مرحله انا ما لعبتها، لعبت بعض مراحله بعضها ما لعبتها. فعنده تقريبا واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس ست مراحل ما لعبتها، ما ادري اذا بلعبهم كلهم ولا راح اركز على اربع مراحل حسب سرعه المقطع. فخلوني ابدا مع المرحله اللي كنت من زمان ابغى العبها، اللي هي اني اسرق المفتاح من الحراس وافوز. طيب ارسل لي اياها في الهاشتاج من زمان بس لسه ما لعبتها، وعندنا مرحلتين ما حد خلصها من لسه، واحده لعبوها اثنين واحده لعبوها خمسه ولسه ما حد خلصها، فان شاء الله ناخذ فيها الفيرست كلير. فخلونا نلعب مرحله الحراس. انا لعبت المرحله الاولى اللي سواها حق الحراس، كانت شوي صعبه وخلصناها. الحين هذه المرحله الثانيه، البايب هذا ما يدخل، ندخل البايب الثاني. طيب هي مفاتيح كالعاده، عندي 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 مفاتيح و لا 8 اماكن حتى هذا بايب. فخلونا نبدأ من هنا، نبدأ من على شيء تشيك بوينت في البداية. هنا التشيك بوينت. اوكي هنا التشيك بوينت، وسوى لي طريقة اني ما اسرق منه مشروم. بالعادة دائما يسوي طريقة اني يمديني اسرق مشروم، الحين خلاني ما اقدر اسرق من عنده. طيب ما مداني انط. طيب هو حاط لي ثيم الظاهر، كل مكان فيها كيف الحين؟ هنا في مشروم. اسف. طلع لي بسرعه. كل مكان فيه النوع اللي بدخله، مثلا هنا حاط لي الويجلر، فهنا كله ويجلر. نخلص الويجلرز. ازعاج ازعاج. في فوق ويجلر طيبة. اوكي بس يبغى لي اتعداها، اخذ الكوين وانا بسلام. حلو خلصنا اول كوين، بسوي تشيك بوينت. طيب الباب بالترتيب. حلو الافكت حق السكران ذا ما احبه مره. جدا ما احبه. طيب اوكي قدرنا نعدي بالمشروم، وهذا اللي يبغى نسويه احنا، نعدي بالمشروم. اوكي مش صعبه. اوكي نفس العالم لانه باب، فناخذ تشيك بوينت. البايب الثالث او البايب الثاني، وثالث مكان نتخلى في مدافع. اوكي كان مديني اسوي، المفروض اسوي تويرلينج اكثر عشان مديني اقعد في مكان مرتفع. طيب يلا خلنا نخلص ذا المكان. حلو نايس، خذينا الكوين الثالث. خلنا تشيك بوينت بعد كل واحد ناخذ تشيك بوينت. طيب انا اخذت ثلاثة، معناها باقي الباب. الافكت حق السكران هذا يدوخ. طيب انتظر. حلو
لا تعال يا الويجلر. شكرا على التوصيلة. لا لا المنشار اشوف ابغى تموت. كنت اطالع في الكوين الثاني اللي جنبي هل اقدر اخذه ولا لا، بس ضربني نار باوزر. زين قدرت امشي على المنشار وانا لسه المع. حلو لدينا 4 قروش، باقي 4. بايب بلاتفورم يتحرك. اوكي 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 اوكي. يا ولد يا ولد اوكي اوكي تنرفز تنرفز. الحين الحين نجيبها. اوكي نايس نايس. انزل 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 زي الطيب. وروح خذ تشيك بوينت. الحين جبنا 5 قروش، وضعنا تمام. ندخل الباب. نبتة أو وردة؟ نبتة. باوزر يا ليل. هذا المكان يتسرع. مرة يتسرع هذا المكان. بسرعة 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 بسرعة. يس يس. الحين لازم استغل نفسي. او اقدر صح؟ لا لا بس بعدين تحت. صعب اني انزل من تحت هنا وانا كبير. نايس. باقي قرشين. طيب الحين البي سويتش. اوكي. ها؟ اوكي. اوكي. هذه كان اتوقع اي عندي عندي حركة اقدر اعديها بشكل كويس. كذا انط من ذا واروح لاخر واحد. وانا في بر الامان. التشيك بوينت ان شاء الله اخر مره بعدين للفوز. اخر بايب. لا والله تحدي. تحدي. طيب الو. بغيت اموت بغيت اموت. الو اتوقع اذا لمسني من تحت اموت. طيب القرش الأخير والمفتاح. وين الباب؟ تصدقون ما أتذكر وين شفت الباب. ورا؟ ورا في البداية يمكن. إيه هذا هو. يوشي. وين الفوز؟ وين العلم؟
فاسمنا دور العلم. جميلة 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 جميلة، من أجمل المراحل اللي لعبتها صراحة. يزيد أنت مصمم مبدع، خذ لك نجمة. الحين أبغى ألعب المراحل اللي ما حتخلصها. هذه اسمها The Four Leaders، لعبوها 5 أشخاص وما خلصوها، فيلا نطب فيها. نفس الشيء، باب في البداية مقفل، يبغى لي مفتاح. طيب في بايب هنا، عندي 4 key coins أجمعهم. أوه نفس المكان، بس إنه هذا وديني يمين. طيب اطلق اطلقوا. الو لا لا الله يخليك، لا 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 فاجأني والله فاجأني. طيب خلنا نشوف في البداية ايش في هنا. سبين جام، احتاج شل، احتاج البوليت، احتاج البوليت انقز عليها واروح فوق. اوكي طيب، اوه هذه النقزة صعبة، اذا نزلت من تحت يمكن اضرب راسي في اللي فوق واطيح، واللي فوق بعيدة. اوكي ايش هالمفاجآت هذه. طيب يبغى يروح فوق. اوكي واو شطفتني النار. اوكي هذا قاعد يطلق علي. اوكي رجعت من جديد هنا. الله يسر الله يسر من ذا المكان. خلي النار تعدي. في فوق منشار. طيب هذه كذا، ايوه هذا اللي كنت خايف منه والله انه يصير عكس. طيب هنا في كيف طحت؟ كيف طحت؟ اوكي الحين خلونا نحاول ما نجيب العيد. طيب هنا في طريق واحد وفي ما في شيء هنا، طلع لي السيارة. طيب خلنا نمشي. هنا بس في نار. هذا ذبحه ولا ايش؟ اوكي جبنا اول مفتاح. ان شاء الله عاد في تشيك بوينتس. شكرا يزيد، اي لاف يو. ويعجبني حركتك انك ما عاد تعطيني مشروم، حبيتها. خلني اخلص العالم الاول. اوكي
اوكي المفروض ما تسوي تويرل الظاهر. اوكي الو كوين لا يا مجرم يا مجرم الو يلا الزعيم مره ثانيه ارجع والله سويت وول جامب يلا الزعيم من جديد ارجع ويرجع اتوقع بيسويتش ويرجع يلا لا تطول عينا ازيد شفت بيسويتش يسار شكرا الاخير على اخر شيء لحقت عليه اوه لحظة ما في تشيك بوينت نو جود سير نو جود مرة نو جود هنا المنشر يعني لازم اموت يا زيد لا تذبحني الله يخليك والله حسيت انه في واحد يطير هنا طيب بالترتيب تعال فوق هذا ما يطلع بعدين تعال فوق هذا ما يطلع تعال فوق ذا بعدين اخر واحد انزل اوكي طيب الحين ننزل عادي والله حسيت ان فيها غدره وول جامبينج على مانشرز طيب في بايز ما طلع مانشرز فخليني اجي يمين بسرعه حلو اوه هذه مره تايت اوه طيب عدد بسرعه هذا ولي مرة واحدة لا يا شيخ حرام اتوقع اني لازم اخذ سيارة واحد فيهم اذبح الثاني اوكي نايس خليني اذبح ذا انا اتوقع اني كنت غلطان لان اتوقع العالم هذا لما اخلصه يوديني العالم الثاني بتشيك بوينت فالمفروض اني اجي كل عالم اخذ فيه تشيك بوينت واروح العالم الثاني وهكذا هلو اطلبه تحت اطلبه تحت وينز موتو انزل السيارات بسرعه بسرعه انزل 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 حلو حلو مو تكفى ذبحته اخيرا هذه صعبة لا دفني بالسبرينجات هل أحتاج السيارة هنا؟ أو لا؟ طيب
ركز يا مبارك ركز. يس 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 اشفط لا تحتاج. ونابس ونابس. قول لي شيك بوينت تكفى. شكرا شكرا يا زيد. يلا الحين نجيب القرش اللي ضيعته. وبكذا جبنا القرش الثالث واخذنا تشيك بوينت. كذا الطريقه الصحيحه للمرحله اللي انا بغيت احوسها وتعلمتها بالطريقه الصعبه بعد ما ضيعت قرش. الحين انطلق اسرع شيء. امحق اسرع شيء. يلا الحين ان شاء الله باذن الله نجيبها خلاص. يعني مسخت مسخت. يس بعد في زيادة؟ لا تكفى. اوه لسه باقي الزعيم. خلني اخليهم يطلقوا مع بعض. مشكلة طلقتهم ما هي مرتبة. بس كيف اخليهم يطلقون مع بعض؟ ولا انتظر شيء يجيني؟ مشروم يعني؟ ممكن؟ ضرب. بنتظر شوي بشوف. لا شكله ما في شيء لازم امشي. الله يستر. بس يبغالي احفظ طريق امشي فيه. الحين يس يس عطني المشاريم. عطني فوز يا حبيبي. ابغى وانا كيف لا. في عندي اصلا النبته بس ما طلعت عليها. يعطيك العافيه زيد والله مرحله مره مره ممتعه. دائما انت تسوي مراحل ممتعه جدا. شكرا يعطيك العافيه. اخذت فيها نص ساعه الحقيقه. وقفت شوي سويت لي كم من شغله وجيت اكمل. بس صعبه المرحله صراحه صعبه وممتعه مره حلوه. تسلم يا يزيد. خذينا فيها فيرست كلير. طيب المرحلة التالية من مراحل يزيد راح العب دي المرحلة اللي ما حد خلصها برضو. اسمها The Real Peace Switch Challenge AMM TM اللي هي تريد مارك و AMM اللي هو عرب ماريو ميكر. لعبوها 2 19 محاولة ما حد خلصها. يلا نخلصها. طيب في وقت. تشيك بوينت. تجميع قروش كالعادة. يلا نبدأ. ليش ما في صوت؟ هذا اخر قرش. خلي اخر شيء. خلني ابدا من هنا. اوكي اوكي حلوه الحركه. حلوه الحركه يا زيد. لحقت. اوكي اول قرش سريع سريع. نشوف ثاني قرش. انا اخذت هذا. الحين باقي غيوم وسبرنجات فمعناها فوق تحت فوق تحت. لا خسرت خسرت. يلا يلا نعيدها. على الأخير. ما دخلت البايب فوق. شو فيه؟ طيب
خلصت اللي على اليسار، نجي اللي على اليمين، هذا النار. وارجع ورا. لا بشوف الباي بش فيه. زلقت. القرش الرابع. شكرا. يبغالي اخذ واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة في مشية واحدة. لا لا مش مش هذا الفايب، غلط. وسويتها واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمسة، اي سويتها، بس يبغالي اوقف. حلو. نشوف شي فوق. مسكر. هذا اللي قرشين الباقيين. خلنا نشوف الطريق اللي على اليمين. هنا في بي سويتش تحدي. تشين تشومب. تحديين. في تشين تشومب وفي قروش. في كايزر بلوكس. اوكي. سهله سهله، مع انها شكلها سهل بس ان التايمر فيها مره دقيقه. اوكي. الحين نروح للمكان الجلطه. ليش يا اخي يسلق مع الجدار؟ لو ما زلقت مع الجدار كان جبتها والله. يس. عطني فوز. لا ارجع ارجع ارجع. ادخل على الفايب، راح فوز. اشو اشو. ياي نجمة. انفوز مع ونب. ادري احس ودي اخلص مراحله كلها، باقي ثلاث مراحل العبهم. يلا خلنا نلعبهم. جيت اوف ثرونز. اهم شيء ما تكون تجميع يا اخي، تجميع طول زي ما هي تجميع. اديتونهم كلهم بعدين مت هنا. اوف
ثاني مرة ما يمسوني. حلو. وش ذاك لجستة جديد؟ آه بعيد الحين. يلا عطني الجلتش. يسكر لي الطريق. اوكي اوكي لازم اسبقها. حلو بسرعة. يس. وين بيرميني؟ اوه الطرف. حلو. خايف وردة. طيب دول يمسكون نفسهم. أما قتال بالثلج. يس روح منك. تشيك بوينت يا شيخ. طيب سويت شي غلط؟ احس سويت شي غلط صح؟ ولا ارجع؟ خلنا نسوي ريست. احس اني لازم امشي بسرعة علشان ما يتفعل البي سويتش. ايه لازم اكون سريع علشان ما يتفعل بيسو. اهدى اهدى. يلا يلا بسرعة. يا الله بسرعة يا أخي. تعال باقي واحد. باقي واحد على المفتاح. قهر. حلو تعال. حلو يلا تعال بسرعة. نايس. راحت الوردة. ما انتبهت لها. قهر. انزلت تحت. ها يلا تجي بسرعة الحين. احس بقيتها للاخير. تعالي تشيك بوين ثاني. يا اخي الجدران صغيرة تنرفز. نحبس 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 نحبس. وباوزر. قتال مع باوزر. شيل. موت. يس. الجليش مرة ثانية. لا اقدر اسوي وانا كبير. يس. يس نايس.
احس كفايه كذا خمس مراحل، المرحلتين الباقيات العبهم بعدين. وبس يا شباب، هذا كان مقطعنا لليوم. فكرت اجرب شيء جديد، اني استلم مصمم ممتاز او لاعب محترف يصمم مراحل ممتازه وابدا العب مراحله. فاول واحد اخترت يزيد الطحيني ولعبت مراحله، لعبت خمس مراحل مراحله، باقي لي مرحلتين لسه ما خلصهم، بلعبهم بعدين ان شاء الله باذن الله واخلصهم. وان شاء الله الحلقات الجايه اخذ بعض الاشخاص اللي يصممون تصاميم حلوه او لاعبين محترفين يلعبون في ماريو ميكر. فاتمنى يعجبكم المقطع، اذا عجبكم المقطع لا تنسون زر اللايك، اشتراك في القناه، تفعيل جرس التنبيهات، وانشروا المقطع في كل مكان. نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد، في امان الله.